أبدأ معك سيد نبيه، إذا كان هناك في حديث ولي العهد لمسنا أنه هناك شفافية، هناك مكاشفة ومصارحة، ولكن كان هناك قرب من هموم المجتمع المواطنين وتفهم أنه وإن كان هناك إجراءات قاسية في خلال هذه المرحلة، ولكن الهدف الأسمى والأكبر هو أن نصل على مدار السنوات القادمة إلى رسم مستقبل أفضل للجميع. شكرا على الاستضافة أولا، ودعني أيضا أحيي زميلي وأستاذي الدكتور إبراهيم النحاس. إحنا كان يفصل بيننا مثل في المجلس، والآن بيننا 400 كيلومتر. ندعو الله إن شاء الله أن نجتمع قريبا. نحن نطبق التباعد الاجتماعي في مدينتين، تفضل. نعم، بخصوص ما تفضلت بالسؤال عنه، طبعا جاء حديث سمو ولي العهد كما تفضلت وافيا وكافيا وشفافا، ووضع النقاط على الحروف، وغطى كثير من الجوانب، وأجاب على كثير من التساؤلات، وأيضا وفيه بشرى للمواطنين أن الأوضاع التي نعيشها الآن هي أوضاع مؤقتة، وطبيعي الرؤية زرع وحصاد، ووقت الزرع طبيعي أن يكون هناك نوع من المعاناة، نوع من الجهد، نوع من الصحة، يحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى تطلع للمستقبل. نحن نتطلع مع سمو ولي العهد إلى المستقبل المثمر إن شاء الله، إلى اقتصاد مزدهر ويلبي طموحات كل المواطنين إن شاء الله. طيب، هناك نقطة، موضوع تمكين الكفاءات سيد نبيه وإقصاء الأشخاص غير الأكفاء، إلى أي مدى هذه نقطة هامة خلال المرحلة أو سعينا إلى 2030 برأيك؟ جميل جدا ما أشار إليه سمو ولي العهد حين تحدث عن الترهل الموجود في الجسم المؤسسي في صحة العبارة الجهاز الحكومي. هذا شيء كنا نلمسه يعني، وما زلنا أيضا يعني نتحسس بعض الأشياء، أن كثير من القيادات الحكومية في الوزارات كانوا يمارسون عملهم بشكل روتيني. طبيعي ما نلومهم أكثر، أن هكذا تعودوا، لكن لم يكونوا بحجم الرؤية ولم يكونوا في مستوى الطموح. لذلك يعني ما تفضل بالكشف عن السمو الأمير حول أنه استطاع أن يعيد البناء المؤسسي، بحيث أنه يضع في كل كيان وظيفي أو في كل جهاز ما يستطيع أن يعتمد عليه في تنفيذ الرؤية كمحركات موجودة تعمل بشغف وتعمل بحماس. هذا ما هو مطلوب فعلا، يعني على الأقل عند 20 واحد في كل مكان يستطيع أن يعتمد عليه، سيصنعون الفرق بالتأكيد. هنا الفكرة وهنا الهدف. شكرا جزيلا لك سيد نبيه إبراهيم عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك.